هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر، هشام عبور دوم الإرهاب يا ليجينيرو. نشاط مكثف لفخامة رئيس الجمهورية مجيد تبون نهار اليوم، بعد ما كان البارح كان نشاط مكثف، البارح نشاط كما شفنا استقبل شيخ زاوية الماني، اليوم استقبل سفيرة إلى وزير الشؤون الخارجية تاع إندونيسيا كان يسنيك على باسبور ديبلوماتيك. هاو نقول استقبل هذا الوزير الشؤون الخارجية، قال بحضور طبعا زوج خدامين حسام، وزير الخارجية أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، هذا محطوط به. إيه ونودي يبقى عام آخر مخلينو بارانتيريم، ديريكت مدير ديوان والسلام، بوعلام بوعلام، هذا يحبر دهول جماعة جبار مهنا ومن خلال بوقهم الباريزي برضو بعلم بعلم غول ودولة وراهو صراع وكذا، تنسف عليه الريح ما كاش منه. إذا هذه النشاطات، هذا النشاط الأول. نترك النشاط الثاني، طبعا كان نشاط ثاني، النشاط الثاني جاء في صفحة الفيسبوك، ما جاش في موقع الرئاسة، موقع الرئاسة ما كلموش عليه. يقول لك بيان أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي، وعين السيدة ربيعة خرفي خلفا له. هذا المجلس هذايا الوطني الاقتصادي كان في واحد الوقت كان عنده وزن، لما كانت الجزائر عندها يعني ديناميكية تنموية، وكان في مطلع السنوات 80 رأسه محمد منتوري الله يرحمه، وهل كان يجتمع نسمعوا به. هذا راهو ميت، عمرنا ما سمعنا به هذا سيدي محمد بوشناق خلادي، عمرنا ما سمعنا به، وهذه ربيعة خرفي كيف عمرنا ما سمعنا به. وهذا المجلس ما ينشط ما والو، الناس دي في شهرية يدو في شهرية باطل، حرام ما يحلوش دراهمهم، سون با لي سول اللي يحلو الدراهم، حتى تبون ما يحللش دراهم، وعلاش تبون راهو ينشط، هذا كي ينحي على النشاطات، ما تحرك ما ناض ما والو، الجماعة اللي الآخر قال لك يا دير حق دير حق فيلم هو وي، قوم على بالوش خلاص بهذا المجلس هذا. ما سمع به 4 سنين ما سمعش في المجلس، فاهم هو وما يعرفش لا هذه ربيعة خرفي ولا اللي كان قبلها، وعمره ما تكلم عليه وعمره ما ذكره. اليوم برك داروا لهم شونجمون ماهوش جاي من عنده، ودايور حتى الخبر حطوه في الفيسبوك ما حطوهش في موقع رئاسة الجمهورية، وروح تفهم علاش، روح تفهم وحدك. هذا يعني هذا هو نشاط رئيس الجمهورية لنهار اليوم، كما البارح ورقة زعما سينيها واجتماع مع استقبال الشيخ تاع الزاوية تاع المالي. واش هذا النشاط تاع البارح واش قدم الجزائر؟ فاش فاد الجزائر هذا الرئيس؟ قال لي واش فاش فاد الجزائر؟ قال لي انت 4 سنين ما فاد والو تحبو يفيد اليوم، 4 سنين ما فاد والو تحبو يفيدك اليوم، جايب 4 سنين عندنا سي تبون مالك يا سي تبون، كيقولك انت ولد حرام، كيقولك ولد حرام نزلو كلامنا، الدراهم اللي راك تدي فيهم الشهريه اللي راك تدي فيها حرام ماكش تقبل،
اعلى مرتب في الجزائر. دفاع مخازن راهم دفاع من الشعب الجزائري، من دم الشعب الجزائري. راك تسرق عيناني وتخلص بالدينار وبالدوفيز 20,000 يورو في الشهر يديها ما يديهاش ماكرون، ماكرون ما يخلص 20,000 يورو في الشهر. ماكرون ما يخلص 20,000 سنة. نسخسو الحاج جوجل، شيخ جوجل يقول لنا لسالير دو ماكرون. هاي شوف واش حيخلص ماكرون، كاين لسالير دو ماكرون فرونسيز. أيوا ماكرون قالك يخلص 15,900 يورو، والوزير الأول يخلص 10,600 يورو، والوزراء الآخرين تاني يديو 10,600 يورو، وكتاب الدولة يديو 7,600 يورو. ماكرون يدي 15,900 في الجزائر. سجلوا مليح عندكم يا ناس، جزائر تبون يدي بالدينار، ما على بالناش ما نقولوش سر هذا، ولكن باليورو يدي 20,000، لأنه هذا كان حدو بوتفليقة، بوتفليقة كان يدي 20,000، تبون كيف كيف ما جاش قال لا لا نحي عليها على 20، وعلاش دي 20,000؟ 20,000 يورو واش دير بها؟ واش قدمت خدمة الجزائر؟ تراك على رأس نظام استثماري يدمر في البلاد، يدمر في البلاد النظام هذا، ونزيدو نخلصوه. هذه هذا النشاط تبون لنهار اليوم. نعديو الى مسلسل حلقة اخرى من مسلسل اولاد القايد صالح. اولاد القايد صالح مسلسل نهاية السنة، شوفوا بعد شوية.